السلام عليكم ورحمة الله أحباؤنا في قناة اليوتيوب تعليم السياقة وبعض من الصيانة، وسعيتم مساء يا ليزون، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير صحة وعافية. شكرا جزيلا على الثقة و سيسكراب و جام و أبوني، تبارك الله فيكم، ربي يحفظكم. الفيديو تاع اليوم طلع الأخ طلب مني، قال لي هدرنا على لابواطا فيتاس، بما أنها لابواطا فيتاس تاع الماروتيزان يعني غير موجودة. لابواطا فيتاس تاع الماروتيزان ولا تاع سيارة أخرى، أنا بالنسبة تاع الماروتيزان ساومتها في الإنترنت، كانت ديسبونيبل أنا داك في 2006 أبي بلي هكاك. شحال مينوطاج؟ شحال قولي لي شحال كاين مينوطاج؟ دورمان هنا كانت دير 18 مليون، كانت موجودة ديسبونيبل دير 18 مليون. الزيت تاع لابواط يتبدل، و ركز كل التركيز تاعك كي تجوز لي فيتاس، ما تغلطش. تجوز لي فيتاس لازم تجوز لي فيتاس بطريقة جيدة، لومبرياج تاعك لازم، ديبرياج تاعك لازم يكون مليح، لو ديسك بلاطو بيوتي تاعك لازم يكون مليح، وانتايا لازم ما ترتكبش أخطاء أثناء يعني كي تكون تستعمل في الجيرو بوكس تاعك، كي تكون تستعمل في الحركة اليدوية الجيرو بوكس اللي هو العلبة السرعة المانويل. الزيت كذلك تاع العلبة يتبدل، والعلبة بالنسبة ما بين المحرك تاع المركبة والعجلات، العلبة هي همزة وصل بين المحرك والعجلات. العلبة هي ناقل الحركة، يأخذها من المحرك السيارة ويديسباتشيها على لي كاردون الى العجلات. على هذيك السيارة كي تكون بومور ما كاش هاي شغل رولما، بصح كي تكون فيتاس هاي كاينه نقل حركة من المحرك المركبة الى العجلات عن طريق العلبة، وتخرج على الحركة تخرج على لي كاردون. وعلاش جوزو ناقل الحركة على العلبة؟ باش تكسبلوطي لي فيتاس تاعك. كانوا قادرين يديروا من المحرك للعجلات مباشرة، بصح من بعد كاين المشكل كي تجوز لي فيتاس ما راكش تكسبلوطي في لي فيتاس، يعني في لو موند ريال يعني في حقيقة الأمر. على هذيك اللي لازم الحركة تاع المحرك لازم تجوز على العلبة باش تكسبلواتي لي فيتاس اللي راك تمشي بهم، سواء بروميير ولا دوزيام ولا تروازيام ولا كاتريام ولا سانكيام ولا سيزيام ولا ساتيام ولا ويتيام في الشاحنات هادو الكبار، ولا لازم تجوز على علبة السرعة باش تكسبلواتي باش تشغل الفيتاس هذاك، باش الفيتاس هذاك. وهذا السيستم تاع علبة السرعة هو سي لا دوري دفي تاع المحرك باش يكون على بالك. علاش يقولوا كي تكون كاتريام وطرمي سانكيام الموتور يروبوزي؟ هذه كاع تعرفوها كلكم تسمعوا بلي الموتور يروبوزي. تكون تروازيام طرمي الكاتريام الموتور يروبوزي، زيد انت عندك سانكيام، زيد في الطريق في البلا، زيد اكسيليري عمر مليح، زيد دير لها سانكيام، تحس الموتور يكون الموتور شويه يعيط، انت طرمي له سانكيام و تولي شغل ريح. هذا لعلبة السرعة هي همزة وصل بين المحرك والناقل الحركة بين المحرك والعجلة، وهي راهي تلعب دور كبير ومهم جدا 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 في العمر الافتراضي تاع المحرك. متقدرش من المستحيلات السبع محرك يتحمل ويزيستي بلا علبة السرعة، من المستحيلات السبع. لازم علبة السرعة سواء مانيوال ولا اوتوماتيك. كيفاش تحافظ عليها؟ قلت لهم ما ترتكبش اخطاء ابدا، جوز لي فيتاس تاعك، ما تلفتش رجلك على الديبرياج حتى تتاكد بلي راك جوزت الفيتاس تاعك طريبيا باش تنحي رجلك، ماشي قال فشل راك ديبري جوز فيتاس شكيت كمل كروشي الفيتاس تاعك مليح باش تنحي رجلك، مادام شكيت ما تلفتش رجلك خليها. باسكو كاين بزاف لي وقع لهم مشكل هكذايا، قليل قليل ماشي بزاف بزاف، لا لا قليل، كاين بزاف لي ما تجوش من هي فيتاس كراكي يقدر يكسر البينيون تاع تروازيام ولا كاتريام ولا تاع سانكيام، سي تريرا جينيرالمون دوزيام تروازيام كاتريام لي يقدروا يوقعوا مشاكل، هادو هما تاع الغلاط
ما تجوش مليح ولا. لكن شوف العلبة السرعة ديالها الزيت في وقتها 20,000 كيلومتر تبدلها الزيت، وكل 10,000 كيلومتر تفيري في المستوى تاع الزيت، ما تحوش عليها مدى الحياة. مدى الحياة ما تسحقش علبة سرعة، وما يهمكش الأمر موجودة ولا غير موجودة. إلا قالتها العلبة تاع السرعة تاعك كاملة كاينة لاباس، مهما كاش ديسبونيبل جديد كاينة لاباس. اكتفي هنا خوتي، جيت من خدمة أيام كلاكي أوت. إذا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلش علينا فضلا وليس أمرا بالضغط على إعجاب واشترك في القناة، وهيا اشتركوا أكثر في القناة باش نحكوا 10,000 مشترك إن شاء الله، ونتلاقاو في ساعة الخير يا ليزون. صحيح.